قبل كم يوم نزلت ستوري على الانستغرام وقلت لكم عطوني وصفاتكم الغريبة، فوصلتني وصفات كثير مرة، واخترت من بين الوصفات الكثيرة هذه 8 وصفات بس، وراح اجربها كلها معكم اليوم، وصاحب افضل وصفة في هذا المقطع راح يفوز معنا بجائزة مالية، وتابع المقطع للنهاية عشان تعرف من اللي فاز، برضه يعني تابعني على الانستغرام ممكن اسوي فعالية زي كذا وتفوز معنا بجائزة مالية، فحسابي تحت يا جماعة، روح تابعوني. أول وصفة معانا يا جماعة الخير من حساب اسمه جيرف، والله اسمك طويل وصعب. الوصفة جيب قشر برتقال ومع نوتيلا، لذيذ يشبه شوكولاتة البرتقال. أول مرة أسمع شيء اسمه شوكولاتة البرتقال، أحس قشر مع نوتيلا شيء ما يجمع بعض. فمثل ما تشوفون يا جماعة الخير هذا هو قشر البرتقال وهذه هي النوتيلا. طيب يا إخوان بسم الله. الملعقة أكبر من علبة النوتيلا، وش علبة النوتيلا صغيرة ذي يا عيال؟ هذه شريتها يا جماعة الخير لأني مطفر وما عندي فلوس، تكفون اشتركوا عشان نشتري نوتيلا أكبر. أوكي يا إخوان أخذنا عدد كافي من النوتيلا، لازم نكثر النوتيلا عشان ما نذوق طعم القشر لأني ما أحبه، ما في أحد يحب طعم القشر. مثل ما تشوفون قدامكم هذا هو الشكل، بسم الله غريب مرة. طيب بسم الله 3 2 1 بالبداية كان الطعم سيء بعدين صار حلو بعدين كيف كذا؟ هذا طعم غريب والله ماني قادر اقيم والله. مبدئيا يا اخوان هذه اول وصفه معانا، والصدق انها مش بطاله يعني يمديك تاكلها، لكن يعني عليك انك تكثر نوتيلا بس لان طعم القشر يا اخوان يعني لا احكي لك، اكيد انك تاكل قشر برتقال قبل. الوصفه هذه مقبوله وتاهلت معنا الى نهايه المقطع، لكن صدقوني الوصفه اللي بعدها راح تكون صدمه عليكم. الوصفه الثانيه اللي معنا اليوم يقول قطع مخلل الخيار وحط فوقه، اوكي قصدي فوقه، دبس رمان واخلط وبالعافيه. يا اخوان انا يعني احب المخلل مرات، لكن مخلل مع دبس رمان احس يعني كذا حموضه مع حلاوه كذا، مخ لساني بينلحس، مخي اللي بينلحس والله. والصراحه يا اخوان الوصفه ما هي بداخله مخي يا اخوان. اوكي يا اخوان وصلنا الحين للوصفه الثانيه واللي هي تقول لك انك تحط دبس الرمان مع مخلل، مخي مره مو متقبل الوصفه ذي، والصدق اني اول مره اجرب مخلل اللي يجي بعلب زي كذا، فما ادري كيف بيكون طعمه. فوقها يا اخوان دبس الرمان يعني هذه اغرب وصفه اليوم، اقسم بالله هذه اغرب وصفه اليوم، هذا ممكن اصعب شيء بتفكه اليوم يا زيد، ممكن تقعد نص الحلقه وانت تحاول تفك ذا. الله يقلع بليز يا انتثر انتثر، عاد ريحتي مو بحلوه ذا، صارت ريحتي ريحه ملح. انا قلت لكم قبل شوي اني احب المخلل، لا امزح والله ما احبه. ومثل ما تشوفون عندنا دبس الرمان، طبعا هذا دبس الرمان اتوقع انه من عام 2022 اوكي بينتهي حرفيا بعد كم يوم، والله العظيم صدق يا اخوان اقسم بالله اذا بطني صار لي شيء ما اعرف الا انت. او ماي جاد مخلل مع دبس رمان، ام المكس الغريب. طيب يا اخوان 3 2 1 امش مشاعر المتلخبطه دي وش ذا؟ لساتر يا اخوان اقسم بالله في عرق ضرب براسي والله. لا الوصفه ذي يا اخوان تعبانه، هذه طريقه اغتيال هذه اقسم بالله مو بوصفه، واذا انت تستلذ على فعلا وجبه زي كذا انت غريب. الوصفه الثانيه سيئه جدا وتم اقصائها من المنافسه، لكن الوصفه اللي بعدها قريبه منها شوي. الوصفه الثالثه اللي معانا من يو 4AA شطه تحت 2 يقول ورق عنب ونوتيلا لذيذ مره، والله احس من اللذيذ انك نصاب شوي. ورق عنب ونوتيلا يا اخوان احسها ما هي داخله مخي، ورق عنب ونوتيلا خلينا نجرب. طيب يا اخوان وصلنا الوصفة الثالثة واللي تقول لك ورق عنب مع نوتيلا، غالبا هي نفس فكرة المخلل مع الدبس الرمان، شيء حامض مع شيء حالي، فما ادري كيف الطبخة راح تصير. انا مش من عشاق يا اخوان ورق العنب، فهذه باخذها يعني على الخاطر. انا يا اخوان راح نسكب النوتيلا على ورق العنب، جاء الغرفة كذا، شوف الشكل يا اخوان داري ان لون النوتيلا نفس ورق العنب، لكن يعني عليكم. بسم الله 3 2 1 ما مو جاي مع بعض يا عيال، ما ادري ما احس متناسقين مع بعض. اي دونت لايك ات، يعني انا لا احب هذا، عندي لغات يا اخوان. ثم النوتيلا انا يا اخوان ملاحظ الحلقه ذي وكثير، وش سلامات الحين ثلاث وصفه النوتيلا مرتين، صراحه يا اخوان ورق العنب مع النوتيلا ما اشوفها ذيك الوصفه الرهيبه، لكن جربها واكتب لي تحت في الكومنتات هل هي رهيبه ولا لا. للامانه الوصفه هذه حيرتني بالنتيجه، لكن تم تاهل هذه الوصفه لنهايه الحلقه. الوصفه الرابعه من الاي روز شرطه تحت زيرو يقول زبادي مع اندومي مكسر وطبعا لازم يكون ني مو مطبوخ، شو قصتي ذا ليش ما مطبخ؟ طيب وحط شوي من بهاراته، شوي يعني ما مو بكثير، لا حط شوي بس اكثر شيء زبادي. تستهبل، ما ادري كيف يا اخوان بتطلع لذيذه ولا لا، لكن الصراحه هذه احسها بتطلع لذيذه نوعا ما، فخلونا نجرب يا اخوان. طيب يا عيال الحين احنا وصلنا للوصفه الرابعه واللي هي انك تجيب اندومي ني وتحطه مع زبادي وشوي من بهارات الاندومي. صراحه ما ادري كيف بتطلع الوصفه، مره مستغرب منها، لكن خلونا نجرب. بسم الله خلونا اول شيء نفتت هذا. طيب يا عيال مثل ما تشوفون اتوقع كذا كافي، والحين خلونا نحط البهارات هذه يا اخوان. هذا
اخوان اطلق شيء، اطلق بهار في العالم، والله ما قد ذقت شيء زي كذا. الان اللمسه الاخيره ونسكب الزبادي، بسم الله. يا سلام، فبسم الله والله ما ادري كيف تطلع الوصفه. خلونا نخلطهم الحين مع بعض. حسبتني المقطع هذا يقول لا يزيد تكفى وش هذا، وانا اقول لا لا مقطع يوتيوب. انا ما ادري ضبطته ولا لا، لكن مبدئيا يا اخوان قاعد اشم ريحه حلوه، ريحه الزبادي مع البهار حق الاندومي معطي كذا ريحه حلوه ما ادري وش هي. فبسم الله يا اخوان، هذه هي اللقمه وخلونا نذوق. الله يستر، والله خايف. يا عيال مالح مالح مالح، اقسم بالله كاني اكل مش املح شيء في العالم. مالح يا عيال مره، دقيقه خلوني ازود زبادي ممكن يفرق. والله من كثر ما هو مالح تذكرت كبسه مودي، اقسم بالله مالحه. امزح امزح، مودي احبك. طيب بسم الله، لقمه ثانيه. باقي مالحه. يا عيال وش هذا، والله وش هذا، اقسم بالله وصفه ما تنوكل. والله ما ادري وش جوك انت، يعني بالله تاكل هذا اخر الليل، وش جو امك انت؟ لا حتى صوتي تغير. اتوقع باين لكم التقييم من الرياكشن، هذه الوصفه طلعت من المنافسه وبجداره، لكن الوصفه اللي بعدها هو المشروب الوحيد اللي معنا بالحلقه. طيب الوصفه الخامسه اللي معانا وهي الوصفه الوحيده للمشروب، والوصفه هي سفن زائد لبن. كيف تجي ما يجون مع بعض ذول؟ انا يا اخوان لازم اشرح لكم حاجه، انا يا اخوان بطني ما يتحمل اي شيء، فسالفه انك تجيب لي خلطه غريبه يمكن تلعب في أم اسبوعي وام يومي وام حياتي كلها، لكن خلونا نجرب. طيب يا جماعه الخير، رجعنا لكم من بكره. طبعا شوف حلقت تكشخت عشان الحين بادب في النعمه. والوصفه الخامسه يا اخوان واللي وصلنا لها الحين واللي هي سفن مع لبن، مع لبن مع لبن لبن. بسم الله يا جماعه الخير، الان راح نصب من هذا المشروب. بسم الله الرحمن الرحيم، اوكي كذا كافي. والحين اللبن، بسم لبن يا اخي، كيف اقول لبن لبن لبن. طيب يا اخوان بسم الله، الله يستر. يو انا ما عندي مشكله بشيء اكله، بس شيء اشرب مصيبه. ساتر يا اللون، والله لونه غريب، وش ذا؟ كذا طالع كانه كذا كانه، تعرف اذا حطيت ليمون مع زبادي كذا ما ادري كيف، نفس اللون. شوف كيف، اقسم بالله غريب مره. طيب يا جماعه بسم الله، 3 2 1 ها؟ وش ذا؟ على طول جالس نترعب يا عيال، غريب. وش ذا؟ احس لبن حامض على حالي على غازيات كذا ما ادري كيف. ليه؟ لا 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 يا عيال والله تعبان. ماشي ماشي والله، ساتر. اتوقع ان المشروب هذا بيجوز لبعض الناس، لكن الصراحه انا بالنسبه لي مو بذاك الزر. الصراحه الوصفه غريبه نوعا ما، لكن تم اقصاها من المنافسه. طيب يا جماعه الوصفه السادسه اللي معانا وهي اكثر وصفه انا صراحه متخوف منها. الوصفه تقول لك والله شف، طبعا هي بدت كذا تقول والله شف. اكثر وصفه احبها هي بطاطليز وحار نار وفلفل اسود وشطه وسمطره بس وربي لذيذ. طيب والبواسير، طيب وبطني والهذاك. ايش بتسوي فيني انت؟ شو بتذبحني انت؟ هذا طريقة اغتيال دي. انا يا اخوان بطني اقسم لا ما يتحمل الحوار، لكن وصفاتكم عاد وش اسوي؟ اذا صار فيني شيء ترى انتم السبه، اوكي؟ طيب يا اخوان وصلنا للوصفه السادسه وهي الصراحه اكثر وصفه انا خايف منها، والصدق اللي كاتب الوصفه هذه ما اتوقع انه فعلا قاعد ياكل الاكله ذي، لان يا اخوان مو منطقي، اقسم بالله لو بطنك وش سنوات تاكل الاكله ذي، والله غريب مره. فالان يا جماعه الخير معنا بطاطس حار، راح نحطه هنا. اوه يا ام الغرابه يا شيخ، وراح نحط على البطاطس هذا شطه وسمطره وفلفل فلفل اسود. تبي تذبحني انت صح؟ هذه طريقة اغتيال والله. نحط اول شيء السمطرة، اوكي. اوح والله جاء شيء فجأة كذا نزل كله. طيب الحين نحط شطة. اوه ماي جاد، والله اني بديت اخاف من الحين. والان نحط رشة من الفلفل الاسود، هذا فلفل اسود يا عيال ترى، اقسم بالله فلفل اسود. اوه ماي جاد، احس كثرت، يقطع بليسي والله، كثرت مرة، بغص فيه بقحقح بعد شوي. طيب الحين نسوي خليطي من الليطي. انا ما شاء الله حادني على المقاطعة انا، اني اروح اجرب اغلب تطبيقات ولا اروح مكان مهجور. اوه يا ريحة الحرارة، ما ادري بين لكم الشكل ولا لا، لكن هذا هو شكل الوصفة. طيب بسم الله يا جماعة الخير. وش الحرارة؟ وش الحرارة؟ يا عيال يا والله حر، حر بس لذيذ. وش ليش كذا؟ حر بس والله لذيذ، والله ما اكذب عليكم. يا اخوان الوصفة يعني شوي حلوة لكن حارة، وانا قلت لكم بطني اقسم بالله ما يتحمل الحوار. الوصفة بالرغم من انها حارة الا انها لذيذة مرة، الوصفة هذه تتأهل معنا الى نهاية الحلقة. الوصفة السابعة اللي معانا من 9870 شرطة تحت لين، تقول سكر وخيار. انا صراحة يا جماعة خير من زمان قبل 7 سنين كذا كانت عندي وصفة واللي هي عنب مع ملح، مدري مع سكر، والله اني ناسي، كانت حاجة زي كذا. فخيار مع سكر نوعا ما تشابه الوصفة اللي كنت اسويها قبل، لكن ما ادري هل هي بتطلع لذيذة ولا لا. طيب يا اخوان اخذنا برايك من الحرارة اللي جتنا قبل شوي، وخلونا الحين يا اخوان نبرد على قلوبنا. فمثل ما تشوفون يا جماعة
جماعة الخير الوصفة السابعة واللي هي سكر مع خيار. والله ما أدري كيف تطلع. أنا قلت لكم قبل شوي إني كنت آكل عنب مع سكر، لكن خيار مع سكر جديدة علي. خلونا نعطي رشة كذا، نقلب السكر. يا عمري يا عمري يا عمري يا الشيف يا عمري يا شيف، يا الحركة الخايسة، حركة 817 قديمة هالحركة. أحس ما في أي سكر لصق بالخيار والله العظيم. ما أدري يا جماعة الخير أنا طبقت الوصفة بالشكل الصحيح ولا لا. مثل ما تشوفون يا جماعة السكر على الخيار، والآن خلونا نجرب. بسم الله، ما في أي طعم خيار، قصدي سكر. أيوه كذا السكر مرة كثير. طيب بسم الله. مرة جامدة، يسعد أم الوصفة، أقسم ما قدرت أوقف يا عيال، والله والله لذيذ مرة. والله أشكرك 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 على الوصفة ذي، أقسم بالله جبارة يا عيال. لكن أتوقع عشان تطلع بالشكل الصحيح لازم إنك تقشر الخيارة عشان السكر يلصق معاك أسرع. فبس هذه الوصفة السابعة، والحين خلونا نخش على الوصفة الأخيرة. الوصفة لذيذة وحقت جوع آخر الليل فعلا، وهذه الوصفة تتأهل معنا إلى نهاية الحلقة. الوصفة الثامنة يا إخوان والأخيرة في هذا المقطع من شرطة تحت ثلاثة DIX. شرطة تحت يقول كورنفليكس مع لبن. كورنفليكس مع لبن، انا اعرف كورنفليكس مع حليب، مع لبن هذا جديد ذي صراحه يا اخوان. ما ادري كيف بيطلع طعمه، احسها شطحه واحس كذا بيضرب عرق كذا عندي، يقول اوف وش ذا الوصفه الجامده، احس كذا انا. فليتس جو يا جماعه، وخلونا نروح للمختبر اللي هنا اصلا المختبر حقنا حق الاكل والوصفات شيء. طيب يا جماعه، والحين احنا وصلنا للوصفه الاخيره واللي تقول لك لبن مع كورنفليكس. صراحه ما ادري كيف بيجون مع بعض، لكن خلونا نجرب. اللبن ثقيل يا عيال، وما ادري اذا هو بيتناسق مع الكورنفليكس ولا لا. خلونا الان يا اخوان نحط شوي، ما نبغى نكثر يا اخوان عشان ما نسرف بالنعمه، نكب الاكل. طيب الان خلونا نصب اللبن. يا سلام يا الغرابه، يا سلام. هذه الاصوات الغريبه ام الوصفه يا شيخ الغريبه والله. طيب شوف يا جماعه الخير، هذا هو شكل الكورنفليكس مع اللبن، اغرب شكل في العالم. انا الصراحه يا اخوان ماني فان مره لللبن، فممكن ظلمت في الوصفة اللي راحت حقت المشروب، وممكن أظلمه في هذه، لكن يا أخي ما أدري كيف جاية، بس يلا خلينا نجرب. يا عيال غريبة غريبة، بس دقيقة والله يجي منها. يا عيال والله وصفة غريبة مرة، وش ذا؟ فمي كذا تخبط، أقسم لا مليون طعم بالثانية. أقسم بالله يا إخوان حيرتني بالتقييم، ما أدري أهلها ولا لا، لكن اسمعوا التقييم النهائي. الوصفة نوعاً ما حيرتني، لكن بعد تفكير تم إقصاها من المنافسة. طيب يا جماعة الخير، الحين حنا وصلنا لفقرة أفضل وصفة لهذه الحلقة. المتأهلين معنا لهذه الحلقة هم قشر برتقال مع النوتيلا، ورق العنب مع النوتيلا، وبطاطا حار وفلفل أسود وسمطرة وشطة، وآخر شيء خيار وسكر. وصاحب أفضل وصفة لهذه الحلقة هو خيار مع سكر. أقسم بالله وصفة جبارة يا جماعة الخير، حرفيا يا جماعة شيء لذيذ مرة. والفائز معنا 9870 شرطة تحت لين، وهذه هي الجائزة اللي فازت فيها. ألف ألف مبروك، وإن شاء الله أن الجائزة يعني كويسة. وبس يا جماعة الخير وصلنا لنهاية المقطع، هذا المقطع راح يعجبك، وبس مع السلامة.